ليه خلتني احبك لا تلومني ولا عاتبك، ليه خلتني احبك اتلومني ولا عاتبك، فين اهرب من حبك روح منك لله بدموع الحيرانة وعيون السهرانة، بدموع الحيرانة وعيون السهرانة بدعيلك بأمانة روح منك لله. لا 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 كان حبك المقطع هيدا كتير حلو. كان حبك عذاب وقاسي وهواني ما بعد هوان، كان حبك عذاب وقاسي وهواني ما بعد هوان، لو كان الغرام في ايديا ما كانش جرى اللي كان، يا خاين مالكش امان وريتني العذاب الوان، يا خاين مالكش امان وريتني العذاب الوان. ليه 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 خلي انا احبك وتلومك ولا عاتبك، فين اهرب من حبك روح منك لله بدموع الحيرانة وعيون السهرانة، بدعيلك بأمانة روح منك لله. مايسترو أنا قبل ما أعقب على حكي نانسي بدي أسألك، أنت كنت بلجنة الحكم مثل ما ذكرته، هل سهلتوا مع نانسي لأنه كان عمره 11 سنة 12 سنة؟ لا ما تسهلوا معي، نجحت بقوتي. نجحت بصوتها وبأدائها طبعا وبفنها طبعا. نانسي كمان غنيتي لوردة، وردة جزائرية جرب نار الغيرة، قد ايه بتحبي وردة وقد ايه تأثرتي بأغانيها القديمة مع أنك نقيتي أغنية جديدة لها تعتبر؟ جديدة بس يمكن كانت من يعني جيل ذاته اللي أنا بلشت أكبر فيه، يعني أنا كنت هيك من بعد بتونس بيك وهيك صرت أحب وردة كتير لأنه حبيت أغنية بتونس بيك كتير، بس وقتها أجت يا سيدي وأجت قرب نار الغيرة، أنا على فكرة غنيت كمان يا سيدي بنجوم المستقبل، بس حبيت أنه غني قرب نار الغيرة لأنه كمان حسيتها أغنية بتلبق لصوتي أكتر مميزة أكتر. طب وقت حبيتي بتونس بيك وكل هالاغاني لسيدي ورده، طلعتي على ريبرتوار القديم وشفتي اغانيها القديمه؟ طبعا. اي اغنيه بتحبيها؟ في يوم وليله وكم عندها اغنيه بحب لها اياها كثير لولا بتقول الملامة. فيها لا ايه هي اكيد، بس كمان بحب لها كان دكا حكايتي مع الزمان كثير حلوه. طب يلا كمليها. كان اسمه حبيبي كان ده كان يوم من نصيبي وكان عالية شوي بس رح كفي. أحيت بي عمري ما ولا شفت يوم هنا أنا وأنا يا ما تحملت أنا قسيت ولا اشتكيت
ولا جيت في يوم بكيت منه ليكم هنا نانسي بتغني كثير باحساس كبير وبتعيش الاغنيه بس عودتينا اكثر على الاغاني الريتميك يعني كانت اقل الاغاني الكلاسيكيه بالبوماتك من الاغاني الريتميك ليه؟ اول البوم هلا انا شايفتيني رايقه بس بعد ما شفت الوجه الثاني بعد ما بلشنا بالحلقه بعد الوجه الثاني هيدا يعني نوعد المشاهدين انه في كمان اه نص والشقاوه وبعد روين طيب لكن في عندنا لاخر الحلقه بس هلا البوم الجديد فيه غنيتين او ثلاثه كلاسيكية نعم طب ابتديت صغيرة وسلطوا الأضواء عليك كنت صغيرة كنت تحطي الميك اب وتظبطي شعرك وتوقفي على المراية مع إنه بهالعمر الأطفال بيلعبوا بالميك اب وبيلعبوا بأغراض أمهم مش هيك مايسترو؟ أنت كانت هل كان صح كان لك كلعبة ولا خلص ابتديتي كاحتراف لما بلشت تحطي الميك اب أنا وقت اللي كنت صغيرة ما كانوا يحطوا لي ميك اب أنجأ يعني هيك بلاش بالتصوير شوي بس وقتها صرت أكبر من هيك بشوي بلا صار يلبق لي اكثر انه احط ميك اب قبل انه كنت صغيره كان اذا حطيت ميك اب لو بدي بين حلوه رح بين ماني حلوه لانه اكبر من عمري بكثير اول كليب صورتيه كان محتجل بعمرك يعني انت وبلشتي قليل ببلشوا باغاني هيك فيها فكر وفيها رواء ورومانسيه يعني كنت سابقه عمرك انت وصغيره تتنقي هيك غنيه مثل محتجلك فلذلك لفتي نظري كثير وانا بهنيك منذ بداياتك انت حريصه انك مش بس تفرفشي العالم وترقصيهم لانه ممكن الايقاعات ترقص العالم ولكن يلي بده يسمع صوت لازم يسمع ويقتنع باغاني رومانسيه فهلا المناسبه الحلوه لنعرف الناس على هالغنيه سكون الليل وسرطة في دموع حنت في بعض من فراغ من وحدة أسيا صرخة بالشوق مشتاقة من سكون الليل وسرطة في دموع حنت في بعض من فراغ من وحدة أسيا صرخة بالشوق مشتاق محتاجة لك أبوح وأشكي أرمي همي عليك وأبكي مش حعيش أطول